أثر نقل صاحبي عتيق القيدي في حركة النهضة إلى المستشفى، حركة النهضة أصدرت أمس بلاغ جدد فيه إدانتها لما أعدى بريتو سياسة التنكيل والتشفي اللي تمارسها السلطة تجاه السياسيين، وحذرت من سقوط ضحايا بسبب ما وصفته بالاستخفاف بحياتهم. وعبرت حركة النهضة عن رفضها ما اعتبرته سياسة التنكيل الهادفة إلى تحويل أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية للبلاد وأوضاع التوانسة المعيشية المتردية اللي أنهكتها الأزمات المتتالية ولم تزدها إلا تعقيدا حسب نص البيان. وللإشارة فإنه الحالة الصحية للقيدي في حركة النهضة صاحبي عتيق شهدت تدهور حاد بسبب الإضراب الوحشي عن الطعام اللي خوضه منذ أكثر من 18 يوم، مما حتم نقله إلى المستشفى نهار الاثنين اللي فات في الليل، احتجاجا منه على إيداعه ظلما في السجن في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شبتها عدة تجاوزات قانونية حرفيا حسب ما جاء في بيان حركة النهضة. ذكروا بأنه زوجة صاحبي عتيق كانت هبطت بيان إلى الرأي العام، حكيت فيه على حالته الصحية، حكيت فيه على بعض ملابسات هذه القضية وعدة أمور أخرى كنا تطرقنا لها في فيديو سابق. دائما في شأن القضائي، قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر أمس الثلاثاء 30 مايو 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهرة ريان الحمزابي. يتعلق ملف القضية لبشر النظر فيها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتكوين وفاق أو تنظيم بغاية ارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع أجانب بغاية ارتكاب جرائم على تراب البلاد التونسية وغيرها من الجرائم ذات الصبغة الإرهابية وذلك أو ذات العلاقة بأمن الدولة حسب ما نقلت إذاعة موزايك. الحقيقة صادمة هذه الاتهامات لأنه هو شخص كان في الدولة في المجلس البلدي، يعني رئيس مجلس بلدي المفروض يشتغل في إدارة الدولة، وحتى لو تكون حتى لو تكون فما شبهات ساعات تصير، معناه إنه فما شبهات في التسيير، شبهات فساد مالي، شبهات من أما هذه الجرائم خطيرة وخطيرة جدا، يعني جرائم إرهابية، جرائم التخابر، جرائم التعدي على أمن الدولة، جرائم خطيرة جدا. أعلنت هيئة الدفاع في بلاغ لها البارح بأنه الحمزاوي دخل في إضراب جوع بعد ما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده في قضية جديدة للتآمر على أمن الدولة. وللإشارة فإنه البارح في تصريحات سمير ديلو كان قال بأنه فما قضية أخرى تحلت في قضية التآمر على أمن الدولة، فيها أسماء من العيار الثقيل، فيها رؤساء حكومات، فيها نقابيين كبار، فيها شخصيات سياسية كبيرة، وبالتالي هذه بخلاف القضية الأولى متاع التآمر فما قضية أخرى متاع التآمر. على كل بالنسبة للحمزاوي، هيئة الدفاع عليه أكدت أنها باش تتولى عقد ندوة صحفية لتقديم جميع المستجدات والتوضيحات بخصوص هذه القضية. وزير الخارجية في فرنسا التقى بنظيرته الفرنسية، وين استقبلت البارح كاثرين كولونا وزيرة أوروبا وشؤون الخارجية نظيرها التونسي نبيل عمار في باريس. اللقاء والاجتماع الأول اللي جمعهم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية حسب اللي خرج أتاح لهم الفرصة لتقييم المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي. تذكروا بأنه رئيس الجمهورية قال للوزير لازم تتعامل معهم وتتفاوض معهم الند للند. بجدد كولونا دعم فرنسا الكامل للإصلاحات الاقتصادية التي ستقررها تونس لضمان تنميتها والحفاظ على نموذجها الاجتماعي، وكذلك دعمها للمناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي. نشوفوا ديما الحقيقة فرق بين التصريحات وبين الواقع، فالتصريحات دعم 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 وفي الواقع ولا شيء، فقط المزيد من الضغوط على تونس.
كما سمحت المقابلة أيضا بمناقشة التعاون في مجال الهجرة والتنقل، حيث شدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون في مجال مكافحة شبكات التهريب وتوفر فرنسا بالاشتراك مع شركائها الأوروبيين لزيادة دعمها لتونس في هذا المجال. يعني هذه طلبات وزير الخارجية التونسي. واستعرضوا الوزراء زوز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، والاجتماع كان فرصة للتذكير بتعلق فرنسا بالحقوق والحرية العامة في جميع أنحاء العالم. هذا فقط ما جاء في البيان، ويبدو أنه ترقوا إلى مجال الحقوق والحريات وربما الإيقافات الأخيرة في تونس. محافظ البنك المركزي التقطت البارح رئيسة الحكومة نجلة بودن، وين سلمها القوائم المالية للبنك المركزي لسنة 2022 وتقرير مراقبي المحاسبات. رئيسة الحكومة السيدة نجلة بودن التقت مساء الثلاثاء 30 ماي 2023 بقصر الحكومة بالقصبة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وسلم محافظ البنك المركزي لرئيس الحكومة بهذه المناسبة القوائم المالية لسنة 2022 للبنك المركزي وتقرير مراقبي المحاسبات. وللإشارة فإنه محافظ البنك المركزي كان مشى إلى قصر قرطاج في غضون الأسبوع اللي فات تقريبا نهار الأربعاء اللي فات، واستقبلوا رئيس الجمهورية وقدم له هذه القوائم المالية لسنة 22 للبنك المركزي، وحكيوا في برشا مواضيع وخاصة منها دور يعني البنك المركزي وكل لجنة الفنية المكلفة بالتدقيق في الحسابات المالية، دورها كبير برشا في هذه الفترة اللي تشهد يعني محاربة الفساد، في أنها تقوم بدورها وقت تاخذ ملف للتدقيق المالي كما اللي صار في إذاعة موزايكا كافي، وين مديرها مدير العام تاعها وقت يدخل السجن تم تشكيل لجان فنية ومالية للتدقيق في حساباته المالية سواء اللي هو وإلا حسابات موزايكا كافي. على كل بالنسبة للموضوع ذاك كان أعلنوا هذا من المحامين نتاعو، قالوا بأنه اللجان الفنية لم ملقاتش حتى يعني إشكال في المعاملات المالية متاع مدير عام موزايكا كافي سواء في تونس ولا في الخارج، ما قاوش عنده تمويلات خارجية بعد ما قامت بالعمل متاعه، وذلك علاش هما سايبوه ولو انه بمقابل ميديا ما سايبوه يعني خرجوه من السجن. رئيس الجمهورية كان شدد على أهمية هاللقاء اللي صار هذايا ودور هاللجنة هذه في المشاركة في الحرب هذه، وكذلك دوره في التوازنات المالية ودوره في انه يساند الدولة ومجهودات الدولة لتخطي هذه المرحلة الصعبة.